بيتانك بلبنان اللي هي في كثير رواد للبيتانك، لو انه منا مشهوره كثير رح نتعرف عليها اكثر الاشخاص اللي ما بيعرفوها، ولكن الهيئة البيتانك بلبنان في لها حتى اتحاد على الطريق لنشوف مع زخيه فرحات وجمال حجازي. اهلا وسهلا فيكم. يعني اليوم بدنا نحكي عن جورني بيتانك، عن تورنوا بيتانك، بس كمان اتحاد بيتانك على الطريق عم بتحضروا له شغله كثير مهمه بالوقت اللي البيتانك منا يعني لعبه شعبيه بعد بلبنان، ويمكن لو كنتوا يعني اكثر من نادي اذا فينا نقول عم تمارسوا هاللعبه، ولكن بضل العدد قليل وهيك شوي في اختيار للاشخاص. معك حق من ناحيه انه مش معروفه ومنا ببليك بعد، ما صارت شعبيه، بس للعدد لا، في عدد كبير، في جروبات كثيره بيلعبوها بلبنان من كل لبنان، بس ما لها طله اعلاميه بعد ما، ونحن بصدد انه نعمل لها اتحاد، بركن الله راد بشهر 11 بينشئ الاتحاد، وعن طريقكم هلا على طريق الام تي في اول مره منطلع على الاعلام بهيدي اللعبه. اهلا وسهلا فيكم. مستر حجازي، يعني شو هي البيتانك اول شيء؟ اول شيء البيتانك يعني ام تي تي ستوريك، يعني تاريخ البيتانك اللي هي خلقت، بتاسست بفرنسا، لعبه فرنسيه، وتاسست بال 1907 وكانت بقريه يعني يسموها باللغه الكرويه لا بيد تانكا، يعني لي بي تانكي، سي كي سينيفي انه الجيران لازم يكونوا متواصلين ببعض. سموها هلا صارت اسمها يعني بالفرنسي ليتيرير لا بي تانكا، يعني لي بي تانكي. وبتنعد هلا البيتانك يعني بالعالم بارمي لو توب 10 دي سبور براتيكي، يعني بعد الفوتبول طبعا والفولي بول، وها الفي بارتي يعني دو سو سبور كي تري بوبيلير. Et aujourd'hui, il y a 700,000 ados, il y a des officiels, 600 000 licenciés dans le monde, et plusieurs millions de pratiquants. Et il y a des gens qui ont été dans le monde, il y a des gens qui ont été dans le monde, en France, en Afrique, surtout dans les pays francophones, comme l'Abidjan, le Sénégal, le Mali, le Bénin, le Togo, enfin tous les pays francophones. Il y a ونحن صرنا هون يعني شي 15 سنه تقريبا عم نمارسها اللعبه وعم نجرب نطورها. من اي نادي جمال حجازي؟ انا من فريق انا. ايمتى بلشت تلعب بيتانك؟ والله بلشت انا يعني بالنسبه لي بسنه 92 بافريقيا بابيجان بلو بريسيزمون، وهون جينا يعني تعرفنا على الشباب، على الاخوان هون كمان، صرنا نمارسها زياده وعم نجرب نطورها، عشان عن جد لعبة البيتانك جو عائلي ممتاز ممتاز، يعني بتجمع كل شيء، في طوائف بلبنان وبنعمل جو هذا، يعني كونتريرمون ا ليماج كوم مونت دو ليبان او يا دي ديفيزيون يا دي بروبليم اي تو، هيدي اللعبة عم بتقربنا. يعني انا ابن جنوب بس روح على سن الفيل، على بيت شباب، على انطورة، لحتى وصلنا على دوما بحس حالي رايح على بيتي، رايح على بلدي، وكلنا اخوه، كلنا يد واحده، وهيدي الشغله كثير 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 مهمه وعم نجرب هلا نطورها بكل مناطق لبنان. زخيا فرحات من اي نادي؟ انا من نادي الساتيليتي فيترون. هيدي انا وفيترون هلا مجتمعين، هذا اول اجتماع. وانتم منسقين اليوم ومنظمين لتورنوا رح يصير بسن الفيل؟ صح، الاحد 6 الشهر. قبل ما نوصل للتورنوا اكيد رح نحكي عنه بالتفصيل، شفنا الهيستوريك للبيتانك، بس عمليا لشو بحاجه اللاعبين لحتى اللي يلعبوا هاللعبه؟ اللاعبين بحاجه لثلاثه بول، هو التقم، ثلاثه بول حديد وزنه للاعب الواحد؟ للاعب الواحد وزنهم تقريبا 700 جرام. نعم. الوحده؟ كل وحده. بيلعب بثلاثه بول لعيب، وبحاجه لملعب عرضه 4 متوره وطوله 13 او لل 15 متر، له حدود، وهذا الملعب بيكون على ارض ترابيه عليها شويه بحص. يعني متطلبات كثير بدائيه. كثير بدائيه، يعني حيالله حدا عنده فسحه قدام بيته او بالحي او بالضيعه، حيالله شقفه ارض صغيره لازم يكون تراب؟ ايه نعم، ارضه تراب، ارضه ترابيه لازم تكون، لانه هي ما بتنلعب لا على البيتون ولا على الزفت. على الجازون؟
في منهم بيلعبوها على الجازون بس بطريقه كثير حبيه يعني. بس كمنافسه لا، بتلعب على ارض ترابيه وعليها بحص. بحص شوي مش ناعم ومش هلا هون بصور على البلكون حاسه انا كانه يعني هيدا مثل هيدي بالساتيليتي هودي الصور. وهو الصور عم نمرقهم نحن من كذا جورني بكذا نادي بكذا ضيعه بكذا بلد. ايه ارض ترابيه وعليها بحص يعني مجهزينها على اساس صح. ارض ترابيه وفلشين عليها بحص مش ناعم ومش سميك. بتاثر على اللعبه يعني. ايه هي هيدي الارض للبول ما تكرش كثير وما تغرق كثير. لازم تكون الارض شوي بشكل من الاشكال مرصوصه ومش ناعم كثير حتى ما تكرج البول كثير، عشان هيك بحطوا فيها شويه بحص. كيف تعرفت على البيتونك؟ بيتونك انا بال 94 تعرفنا عليها في جروب بالساتيليتي جايبينها معهم من فرنسا. وعملنا جروب حول هيدي اللعبه وصرنا نلعب وانشانا ملاعب. وبالصدفه بعد سنتين ثلاثه كنا نفتكر حالنا نحن وحدنا بلبنان بنلعب هاي اللعبه، بالصدفه شفنا ارتيكل بجريده لجروب من بيت شباب بيلعبوا هاي اللعبه، وجبنا رقم تليفونهم وتواصلنا معهم. ومنهم وهن كمان مفكرين حالهم وحدهم بيكونوا، هن بيعرفوا حدا تاني بيلعب، بيعرفوا جمال من افريقيا. اوكي. وجمال عرفنا على انا وعرفنا على العباسيه ورجعنا تعرفنا على دير القمر ودوما وحده ورا الثانيه كتروا يعني كتروا. ما بعرف اذا فينا نعدهم بس كتار اسم الله. جمال حجازي بانا شو هو الاكيب يلي موجود وكيف يعني من مين مؤلف وكيف جمعتوا بعضكم؟ والله هيك يعني هيدي اللعبه عن جد بتجمع العالم. وانا صراحه كل اصدقائي يعني تعرفت عليهم من ورا هاللعبه يعني ان كونفيدانس ان كور جو فولي. حتى مرتي هلا اللي عايش مع ام ولادي تعرفت عليها من ورا البيتانك فعلا. يعني شغله كثير كثير مهمه واللي فيها البيتانك انه من السبعه للسبعه وسبعين سنه تو تاج تو سكس اون بيلو براتيكي. هي شغله كثير مهمه. وبقانا يعني عاملين جو عندنا ملاعب وكل يوم نجتمع ونلعب نتسلى. نتمنى انه يصير في دورات يعني بالجبل بسن الفيل بيت شباب وعنطوره بكل المناطق. يعني عم يصير في فاذا يعني طبعا الصيفيه الصيفيه كلها يعني فول فول حفلة. يعني كل واحد مننا بيستقبل ضيعه بنيجي بنجتمع كلنا. جو كتير كتير ممتاز، جو كتير حلو. تعملوا سياحة بلبنان نفس الوقت كمان عممتا لوتيل الاغريابلا. شو بتتطلب من اللاعب بالبيتانك؟ من اللاعب بتتطلب شوية تركيز وشوية هدوء أعصاب وفي استراتيجي خطة بده يلعبها. مهارات جسدية ما بتتطلب كتير، بيقدر كل إنسان يلعبها الجان والكبير مثل ما قال هلا صديقنا جمال. والستات بيقدروا يلعبوها بالمنافسة مع الرجال بذات الوقت لأنه ما بدها طاقة جسدية قوية، يكون في فضل للرجال أكثر من الست باللعبة. بيقدروا يتنافسوا مثل بعضهم، شوية تركيز شوية هدوء واستراتيجي. والتكنيك تبعولها كتير سهل، يعني اللعيب بيقدر يتعلم اللعبة ويبلش يلعبها بسرعة كبيرة ومنا معقدة. في طبعا بيجنرز وفي أشخاص عندهم خبرة، بيطول الشخص لحتى يعني يقلع فيها؟ نو هيدا أفونتاجها إنه هيدي اللعبة مش مثلا في كتير ألعاب وأغلب الألعاب الرياضية ببلشوا يتعلموا التكنيك تبعولها ويتمرنوا عليه من هن وصغار لحتى يصيروا بروفيسيونال بس يكبروا، بدون وقت. البيتانك لا، بيقدر يتعلمها واحد هو وصار شاب وسن زمان بصير يلعب يدخل بكومبيتيسيون ويشارك ويلعب مثله مثل اللي له 30 و40 سنه بيلعبها. ذات الشيء ما لنا صعبه، سهله وهينه وحلوه. طيب شو الهدف؟ يعني معنا ثلاثه بول كل واحد معه ثلاثه، وزنهم 700 جرام بس الهيئه انك يعني تشتغل ما بدك، ما في لانسمون، بدك تبقى بقوه وما بدك قوه فيزيك. قانون اللعبه قبل كل شيء يعني اون في ان سيركل دو 50 سنتيمتر في القل الصغيره اسمها الكوشوني لوبوشون، يعني بتزتيها عندك مجال من 6 امتار لل 10 امتار.
6 متر مينيموم و 10 متر ماكسيموم. بتزتي هلا وفي طبعا في البوينتور بنقول له البوينتور اللي بيجرب يقرب عليها وفي عندك الهداف يعني لو تيرور اذا كانت قريب كثير بده يضطر يقيمها لحتى الخصم يقدر يتقرب عليها. ويعني كثير 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 هيني ونيمبورت كي ميم انا اماتور يعني ببلش اليوم دغري بيلقطها للعبه و رح بالفيديو رح نقدر نشوف شيء بالفيديو بشاهد قصيره معمول هو لنفرجي جورني كيف بتصير. الجورني هي صحيح لعبه بيتانك بس لانها طويله بيتخللها ترويقه بيتخللها غدا بيتخللها لعب ورق بيتخللها جروبات عم تتسلى بذات الوقت المتوشي بتكون ماشي وعم تلعب. وهل الكليب هو ببين الجو تبع الجورنيه اللي بنعملهم نحن كل سنه اكثر من 7 أو 8 جورنيه بنعملهم بلبنان. خلينا نشوف. في عنا 32 اكيب رح يتوزعوا على 8 بول كل بولة فيها 4 فرق. اشكركم كلكم وقلكم انه باب الامر كل سنة تعمل عيد بوجودكم لانه هذه لعبة روح رياضية تامة وهذه لعبة عم تجمع جميع وهي بدنا لبنان كله سوا يصير. يعطيكم الف عافية وبتمنى لكم كل واحد يروح يسويه. استاذ زوري لعيب بيتانك؟ ايه نعم هو صح هو لعيب ولعيب ماهر بيتانك وبحب اللعبة وهو اذا بدك الحاضن الاكبر للعبة البيتانك بلبنان وهو هلا سموه الأندية الرئيس الفخري للاتحاد البيتانك ونحن بصدد قلنا انه عم نعمل اتحاد والرئيس دوري هو الرئيس الفخري للعبة. يعني بالتورنوا كيف رح يكون وين؟ التورنوا رح يكون الأحد 6 الشهر. مؤسسة الرئيس كميل شمعون حبت تعمل أول مرة بتعمل دورة بكأس الرئيس شمعون للبيتانك أول مرة وحبت تعملها بالتعاون مع بلدية سن الفيل مشكورين على ملاعب البلدية بسن الفيل على جسر الواطي حد فتال. وهون لننوه ببلدية سن الفيل وبرئيسها الأستاذ نبيل كحالة حضنوا هيدي اللعبة وانشأوا لها ملاعب حلوة كتير بسن الفيل على أرضهم على أرض البلدية. وبكرة الأحد الام تي في رح تغطي الحدث وبتشوفوا الملاعب كتير الكادر حلو والمطرح حلو ومدعوين كل اللي بيلعبوا بيتانك بلبنان يجوا يشاركوا. وحتى نحن دعينا السفارات الفرنكوفونية منهم السفارة الفرنساوية الإسبانية الإيطالية الكوت ديفوار السنغال. في جمهور يعني رح يكون بالتورنوا وفي جمهور كبير لل... يعني الجمهور ما بيلعب في جمهور ما بيلعب ايه في جمهور في جمهور بواكب اللعيبة من أهلهم من أصحابهم من أصدقائهم وفي جمهور بحب اللعبة يعني وقت مثلا بيصير بأنا جورني في جمهور بيجي من أهل أنا من الضيعة المحيطة بيحضر بحب يحضر هذه اللعبة بالستاليتي ذات الشيء بدير الأمر ببيت شباب كل المناطق إلى جمهورها. وهلأ أكيد أنه بده يكبر جمهورها بالطلة الإعلامية اللي عطيتونا إياها. أهلا وسهلا فيكم مرة جديدة. كنا عم نشوف كيف تنلعب البيتانك بتشبه البليار؟
لا فعلا يعني على اي يعني بالطابية اللي بدها يعني عندها هدف يعني هي كلها كتير. كرة يعني بس كرة حديد يعني ما بتشبهش عندها يعني قوانين خاصة لها بس يعني كتير 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 هيني. هلا انت اذا بتحبي بكرة بتيجي تشاركي معنا يعني فيش اهون منها واكيد بس تلعبيها اول مرة هتتعلقي فيها اللعبة في حسابات ايه وكنت عم شوف في ياسات ايه يعني ياسات ايه. عشان مثل ما قلك من زيت الكوشوني البوشون صغير وهلا بتلتعب ثلاثة ضد ثلاثة وكل واحد معه توب 10 ومنجرب قد ما فين نقرب عليها لاخر شيء بس تنلعب ال 12 بولي كل بولي يعني الخصم القريبة هي بتنعاد نقطة بتلتعب ل 13 يعني هو الهدف هي هيدي الكوشوني الصغيرة هي الهدف اللي بدنا نوصل البولة لإلى أقرب شيء وممكن تكون عم تتعارض مع بولة تانية ممكن اللي إيه تتعارض ممكن يعني. صح ممكن بالنظر ما نقدر نعرف أيها أقرب عشان هيك بنقيسها بالقياس على المليمتر بنشوف أيها أقرب لنقدر نعطي النقطة للفريق اللي هو معه إياها والبارتي للتراز بس واحد يصير تراز قبل الفريق الثاني بيطلع البارتي في كتير عنصر نسائي بالأندية واللي رح يكون كمان عم يلعبوا على في كتير كتير يعني انكور اون اوتر كونفيدانس بتايلاند عملنا مثلنا لبنان بتايلاند يعني طلع النسوان لعيبة بول صدقني يعني العب من اللبنانية ايه بتايلاند بجامبوج يعني عن جد بآسيا كتير كتير بتطور اللعبة وإن شاء الله نحن هدفنا كمان هلا مثلا مدام عم تلعب في كتير ستات في ولاد وفي بوزيسيون يعني مجبور فيها لحتى اللي ايه عشان في سيركل عندك سيرسو في هالسيركل هذا بده يقف بقلبه اللعيب ممنوع يظهر براته في ستيل معين بده يلعبه بس هين تكنيكا هين يتعلمه وبندعيك تتفضلي الاحد تشرفينا فيها نوع من الانديرانس الانديرانس مش كتير بدها لانه فيها هي واقفه انت عم تلعبي انت واقفه ما فيها ركض ما فيها نط مثل غير العاب فيها ستريتشنج ايه فيها مثلا صح معك حق فاذا مرجع مذكر التورنوا رح يكون نهار الاحد بستة الشهر بستة الشهر الساعة 10 الصبح من كب البوشون احنا بنقول يعني بلشت اللعبة الساعة 8 عشية بتنلعب البارتي الفينال اللي بيوصلوا على الفينال الساعة 8 بيلعبوا البارتي الفينال ومن بعدها في توزيع الكاسات وكاس الرئيس كميل شمون اهلا وسهلا فيكم عقبال كل سنه ميرسي ميرسي نحن بنتشكر الام تي في يعني عن جد الدعوه وعدوها دائما لازمون حتى نطورها للعبه بلبنان شكرا اهلا وسهلا فيكم اني تايم ميرسي مشاهدينا هلا وقفه وبنرجع نتابع فقرات الايف خليكم معنا